ده كان اللي مفروض يعمل الكوبري. يا ده انا هقول لحضرتك، بتيجي دفعة الطيارة طلعت وقصفت مكان الكوبري، فالكوبري عمل كده يعني، كان كده راح اترفع لغاية فوق كده ونزل مظبوط. ولو تشوف العساكر ولو تشوف الضباط اللي بيجروا على الكوبري عشان ياخدوا طار الراجل ده، قال لك لازم الكوبري يتنصب بسرعة، وكله بقى يجري اتنصب في نص ساعة بعد الضربة. وعدت الناس. الشهيد أحمد حمدي سلاح المهندسين فخور بيه، يعني ما كانش يعني أقول لك إيه، أقول لك إن اتضرب دفعة طيران قدام عينينا، وتشوف الرجالة بتوعه عملوا إيه، الرجالة جريوا وخلصوا كل حاجة في ثواني. مين تاني كان معاك في الحرب؟ كان معايا كتير في الحرب. الشيخ عبد الفتاح صقر؟ الشيخ عبد الفتاح صقر الله يرحمه. يا يا حاجة، الشيخ عبد الفتاح صقر، كنا 7 يناير كنا هناك متحصرين، ولقيته بيلم لملي نص جيرك المية. قال لي العيدية بتاعتك عشان تستحمى وتروق نفسك وتبقى مية مية. يعني كان في حالة أقول لك، حالة مش طبيعية. يعني لما مفيش حد يدخل اسمه بوليس يبلغ عن أي حاجة طوال أيام الحرب، ده احنا شفنا. لكن شعورك ايه بقى بعد انتهاء الحرب واصبحت وانت بطل من ابطال حرب اكتوبر قبل ان تكون فنانا قديرا وكل بقى المسلم، حسيت بايه؟ يعني شعور جواك ايه؟ ده يعني انت النهارده في سنك ده وانت قاعد النهارده وشايف الدموع في عينيك وانت عمال تتذكر شهداء ورفقاء السلاح اللي كان معاك وبيعبر معاك واللي مات وخدت مكانه، زميلي شعورك انها لن يتكرر. صحيح، حرب لن تتكرر، لن تعود. وشفنا فيها، شفنا فيها كتير قوي يا استاذ عمرو، كتير. احنا تشكل مننا جماعات دفن موتى الشهداء، ودفننا وعملنا، وكان معانا الشيخ عبد الفتاح صقر بيصلي عليهم. اقول لك ايه 46 سنة، يعني اجيال ما شافتش ده، اجيال ما حضرتش، اجيال ما سمعتش، لانها ما توثقتش. أنا بعد الحرب مباشرة قبل ما أطلع من الجيش، جم في الكتيبة عندنا صوروا كل الأفلام بتاعت حرب أكتوبر، الرصاص لا تزال في جيبي وحتى آخر العمر والعمر لحظة، العمر لحظة، محمد راضي أظن وبدور وبدور وأبناء الصمت وأبناء الصمت. فكان زمايلي ممثلين بيجوا يعملوا. ايه اكتر فيلم بتحس انه عبر عن حرب اكتوبر؟ يمكن ابناء الصمت. ليه؟ لانه بيبتدي من الجيش ويفضل في الجيش طول الفيلم. انت بتشوف ان هو من اكتر الافلام اللي عبرت عن حرب اكتوبر؟ الافلام اللي عبرت عن الجيش، عن الجيش، انما بتنتهي برفع العلم. مفروض مع رفع العلم يبقى بداية الفيلم مش نهايته، لأن تفاصيلها كتير جدا يا أستاذ عمرو، الحرب تفاصيلها كتيرة جدا جدا. هل حصل أي موقف طريف في حرب أكتوبر مريت بيها؟ موقف طريف؟ طبعا. يعني مثلا؟ طبعا، ياما ضحكت في الجيش.
ما كانش في مسلم ومسيحي. لا ما فيش الكلام ده. يعني ما حد سألك انت ايه؟ لا 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 لا. ما حصلش موقف مثلا في الاثار ده؟ الكلام ده ما كانش وارد ولو خالص. لحظة خالص. ده بالعكس. ايه بقى؟ ده ادركوا ان انا مسيحي بعد 10 سنوات. قالوا لي انت ما قال لي انت ما بتصليش معنا ليه؟ قلت له والله عندي عذر كده. قال لي اي عذر ايه يعني؟ قلت له مسيحي يا اخي. ما كانش فيه دي خالص خالص. ده كان موضوع ذكرى ارجو انها توصل للناس للولاد اللي زيك للجين. هو اللي بيوصل الذكرى لانك انت مقاتل عشت المعركه بكل ما فيها من تفاصيل وقدمت حياتك ورايح عشان تموت وتستشهد في سبيل البلد بتحبها بتنتمي ليها ما عندكش اي حاجه تخاف عليها غير انك انت تستعيد الكرامه والارض اللي راحت في 67. ايه اعظم من كده؟ عشان كده ايه اشرف من كده؟ الله يخليك. عشان كده اما استدعوني في السفاره الاسرائيليه بعد السفاره في العماره حبوا يكرموني. اعتذرت. رفضت. طبعا. ما ينفعش. ما ينفعش احارب ناس و